خلينا ننتقل بيك بعد اذنك يعني. اتفضل. هو احنا استهلاكنا في الصيف نفس الكميه اللي بنستهلكها في الشتاء في مصر؟ اكتر. اكتر في الصيف. في الصيف كويس. عشان الفرق قد ايه؟ لا يعني مثلا لما بنتكلم في الشتاء بيبقى اقصى حمل ممكن نوصل له في العشرينات يعني 28 27 الف يعني في 7000 ولا 8000 ميجا وات انت هتوفرهم لما يخش الشتاء بالتاكيد. هو ده يوفر معاك قد ايه غاز؟ لا ما انا بحسبها لك اهو عشان انت داخل على الفلوس. لا ما انت هتعد. لا هو بص احنا من ناحيه الحكومه الاجراءات اللي احنا واخدينها ان شاء الله باذن الله نصل للمستهدف بتاعها، حققنا جزء منها، شغالين عليها، واحنا من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك احنا بندعو الناس ان هي ترشد طواعيه. احنا مش هنطفي كهرباء على حد، هي الفكره كلها انا مش هخسر حاجه لما ارشد الاستهلاك بتاعي في البيت وباجراءات بسيطه جدا هقلل فاتوره الكهرباء اللي عندي، وفي نفس الوقت انا هعمل الحركه اللي انت قلت عليها دي فورا. دي مهمه جدا لموضوع الاجهزه. انت حاسب الميكرويف بتاعك في الكهرباء سايب التلفزيون شواحن. على طول شواحن. بتطفي التلفزيون من الريموت وسايب الدنيا شغاله، سايب الشاحن على طول في الكهرباء علشان تحط الموبايل بتاع، يعني في حاجات كده هروح اعمل عليها لفه. الكاتل بتاع الشاي، الكاتل بتاع الغلايه بتاع الميه ده على طول 24 ساعه في لا وكمان غير كده مفيش داعي ان انا املاه لغايه الاخر وانا كل شويه اسخن عشان هصب كوبايه. لا انا عايز كوبايه احط كوبايه لو انا عايزها، لو مش لو انا عايز اشتغل بالكاتل دات او غلايه الميه، لو انا اقدر ان انا اشغل او اسخن بالغاز او بالاوتوجاز ده هيقلل لي كتير. حضرتك يعني جرب الحاجات دي اكيد هتقلل بكتير. الجزء الاخر اللي هو الاضاءات، زي ما الحكومه بتقلل الاضاءات اللي هي مش محتاجينها، نفس الحكايه يمكن دلوقتي بقت ثقافه استخدام اللمبات الليد بقت منتشره عن قبل كده، ولكن مش معنى انا بستخدم لمبات الليد يبقى اسيبها كله يبقى منور طول البيت. لا، المكان اللي انا مش محتاجه اطفيه ببساطه خالص، وبالتالي ده هيقلل كتير جدا، ممكن يقلل لي 20% من اللي انا بستهلكه. ايوه شوف حضرتك احسب بقى 20% من الفاتوره. لا, لا 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 طبعا انا قعدت معاك. على فكره يا جماعه انا كنت اتناقش مع الدكتور ايمن قبل ما نطلع في الفقره بتاعتنا وبقول له انا بصراحه انا بدفع كهرباء زياده اعمل ايه، فحكى لي على الاسرار دي علشان مش علشان الترشيد، انا ماليش دعوه بالترشيد، انا ليا دعوه بالفاتورة. بان انا حاسس ان انا عايز اوفر في استخداماتي الكهربائيه، فقال لي كام سر كده من اما يمكن، وبالتالي هو بيقوله لحضراتكم. مظبوط. طب يعني طب انا عايز ارجعك بعد اذنك الى دي الحاله العامه داخل البيت المصري. مظبوط. الان لما احنا هنتحرك من دلوقتي الحكومه بدات ترشد علشان تخش بينا على فصل الشتاء، هل انتم متوقعين ان يزيد الطلب على الطاقه المصريه وعلى الغاز؟ طبعا انا عارف ان انتم في تواصل مدائم مع وزاره البترول. مظبوط. الغاز المصري هيبقى عليه طلب جامد قوي في الشتاء القادم ده. هي مش الغاز بس، والكهرباء. ايوه قول لي بقى. الكهرباء. ايوه. بص حضرتك احنا في يعني لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في الغاز وعارفين، احكي لي بقى على الكهرباء عملنا ايه وصلنا لايه؟ بص يا فندم احنا عندنا خطوط الربط الكهربي ما بيننا وبين الدول الجوار فيه اهتمام كبير جدا جدا. اولا خط الربط اللي ما بيننا وبين اليونان وبالتالي مع اوروبا، وفي تنسيق واهتمام بإسراع الإجراءات الخاصة بإنشائه، وفي تعاون كبير جدا مع كل الجهات المعنية علشان إن شاء الله يبقى حتى على مرحلتين ويبقى قدراته تبقى كويسة ومحترمة جدا. أولا علشان توفير الطاقة الكهربية وخاصة من الطاقة المتجددة، عندنا الحمد لله من إنتاج الطاقة المتجددة نتكلم على الشمس والرياح والكهرومائي حاليا أكثر من 7000 ميجا وات. السنة الجاية إن شاء الله متوقع إنها تبقى 10000 ميجا وات. وبالتالي عندنا يعني أنت بتتكلم كده إن أنت داخل إنك أنت هتطلع تلت استخداماتك من الطاقة المتجددة، أنا كنت لسه هخش بيك في الحتة دي. ده إحنا متوقع يعني إحنا مخطط لينا أو المخطط إن شاء الله نصل في 2035 نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 42%. وحاليا بيتم تحديث هذه الاستراتيجيه علشان ممكن يعني ان هي بعد كده ممكن تبقى اكتر من كده.